حبيبتي شرطة ميلة فراغ، وهكتب ليه حروف اسمك، ما هنت في قلبي ساكنة القلب، عارفة بقصتي وحالي، ومين غيرك في قلبك اكتب له مرسالي، مانيش عارف ده جواب الكام، ما عنتش بحسب الصفحات، ما عنتش بحسب الاقلام، ما عنتش بحسب اللي ضاع من الاوهام، كفايه اني بحبك بس، وقلبك لو بقلبي حس او شاف حاله في بعادك، لصلى لرب واستغفر لذنبه وصام، وياما في نفسي ياما 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 ياما، وياما في نفسي تيجي لقلبي وتحني، ولازم تعرفي اني لنا عفريت ولا جني، بحبك بس ايد اقصر كتير مني، فمش هقدر اجيبلك من الذهب كفة، ولا اجيب لك من الياقوت كفه، ولا هقدر اجيب الوالي في الزفه، ومش هقدر اجيب لك بيت يموت القطر لو لف في حما لفه، كفايه اني بحبك موت، وحب الناس ندامه وعار، وحبي عكسهم عفة. الله، ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وفقرة مميزة جدا مع نجم شاب أثبت وجوده ونجاحه خلال ال3 سنوات اللي فاتت. هيكون معانا النهاردة النجم الشاب محمود محرم. خليني أعرفكم عليه في البداية وعلى أعماله الحقيقة. أول أعماله كان أغنية 2 خاينين وأغنية أحب أقول لكم وهوجة، وأول ظهور ليه في التلفزيون كان أغنية عايز عروسة في سيت كوم 11 ميدان التحرير. خليني أرحب بمحمود، كل سنة وأنت طيب. أكيد بمناسبة عيد الأم، كل سنة وكل أم مصرية طيبة طبعا، ونهارك دايما سعيد. وهتقول لي إيه أهلين. النهاردة يا محمود عن عيد الأم؟ طبعا هو الأول كل سنة وكل أمهات مصر طيبين، يعني ربنا يا رب دايما يبارك لي في امي شخصيا، رب. وبقول لها كل سنه وانت طيبه وكل ام مصريه طيبه، ويا رب دايما كده في سعاده وفرح دايما يا رب. محمود، خلينا نتكلم عن بدايتك في الغنى، وقول لي بقى بتركز على ايه والكلمات اللي بتركز عليها، هل في لون معين بتحب تروح له وانت بتغني؟ خلينا نعرف منك بقى. اولا كنت متجه للون الدراما، لان الدراما دايما هي اللي بتوصل لقلوب الناس بسرعه. كنت اول عمل ليا كان اغنيه 2 خاينين، كان وبعديها احب اقول لكم، ده كله كان في سياق الدراما. بعدها ابتديت طبعا، لما ابتديت بقيت امشي اسمع الاغاني بتاعتي والناس ما تعرفنيش، ابتديت ان انا كونت فرقه استعراضيه، جميل، نزلت حفلات وافراح، ابتديت بقى ان انا اشتغل في دوت، ودخلت الشعبي شويه، اللون الشعبي شويه، لان انت عارف الافراح عندنا في مصر عايزه اللون الشعبي شويه، فدخلت في اللون الشعبي ده وكونت فرقه، الحمد لله ربنا كرمني. محمود، في بعض المطربين عشان يقربوا من المستمعين شويه ويقرب ويكسب اصوات للناس ويقول ان الناس فعلا بتحب تسمعه، بيتجه للشعبي او اللون الحزين. انت كلمت عن الشعبي دلوقتي، كلمني بقى، هل بتحب فعلا تغني الاثنين؟ ما هو لازم اغني الاثنين، يعني انا اللي بعمله الاغاني الخاصه بيا، بعمل شعبي ودراما، بس بركز اكتر على الدراما لاني بحس بلاقي نفسي فيها اول حاجه، وتاني حاجه الدراما بتحكي موضوع، لكن الشعبي انت بتحكي موضوع لذيذ وكل حاجه، بس بتبقى تركيزها اكتر ان انت عايز الناس ترقص معاك عشان حفلات الافراح كده. طب بامانه انهي الاصعب، الشعبي ولا الحزين؟ لا الحزين طبعا أصعب. ليه؟ يعني بيبقى احساس، انت لازم تقول الاغنيه، اصل انت لو مش حسيت الاغنيه وقلتها صح اللي بيسمعها عمره ما هيحسها ولا هيسمعها. طب خلينا اتكلم، انا عرفت قبل الهوا ان انت بتالف وبتلحن، وانت اللي بتقوم بدور كبير جدا جدا، وسالتك قبل الهوا لو بتحب تلحن او تالف لحد من المطربين، قلت لي لا انا عايز احتفظ بشغلي لنفسي، كلمني على الموضوع ده. كنت في الاول طبعا زي اي شاب كانت بدايته طبعا انت عارف الماديات وكده، فكنت انا اللي بكتب لنفسي وانا اللي بلحن لنفسي، فلما ربنا كرمني واحده واحده، كنت برضو من كلماتي كانت 2 خاينين واحب اقول لكم وعايز عروسه كمان اللي هي ظهرت في المسلسل،
كذا حاجه عملتها، كلماتي والحاني، لكن انا دلوقتي ما اقدرش ان انا اكتب لنفسي حتى. ليه بقى؟ ضغط وحفلات وافراح وغير كده. انا ممكن الحن، لكن ان انا اقعد اكرس نفسي ان انا اقعد اكتب والكلام دوت واركز في الكلام ده هيبقى صعب بالنسبه لي دلوقتي. بس في مطربين غنوا من كلماتهم والحانهم وبرضه يعني الفوا ولحنوا المطربين تانيين وتميزوا في ده بدون ذكر اسماء حتى بصرف النظر، ولكن ما جاش في بالك كده انك تلحن لحد من زملائك المطربين؟ عجبوا الكلمات اللي انت بتكتبها؟ قال لك والنبي يا محمود لو سمحت كده عايز تكتب لي تلحن لي؟ لا، هو في صحابي كلموني في موضوع اللحن ده. يعني انا مثلا معايا كلمات محمود عايزك تلحنها لي، انا شايفك بتقول في الدراما كويس كده. ف بس انا طبعا لا، ما فكرتش ولا وافقت حتى. حاضر وان شاء الله. بس يا مش هقدر. ليه؟ لان انا الضغط عندي انا اكتر. يعني انا طبعا ملزوم مني فرقه، ملزوم مني شغل جديد دايما، في جديد لازم دايما، في جديد مستمر مشغول. فمش هتفضل ان انت تعمل واحد صاحبك، لكن اكيد لو فضيت يعني يشرفني ان انا اعمل لاي واحد صاحبي. تمام. سمعتك قبل الهوا بتدندن رسالة لحبيبتي. مظبوط مظبوط. هي اللي قلناها اللي احنا بدأناها. مرسال دي كلمات مين؟ لا، مرسال ديت كان بيغنيها علي الهلباوي. هي زي نظام قصيدة كده. هي بيحكي ان هي مرسال لحبيبته. انا شايفة كنت بتغنيها زي ما بتقول حاسس بيها. ربنا يخليك. يعني حاسس بالكلمات قوي، واعتقد ان شيء مهم جدا ان المطرب وهو بيأدي يكون حاسس بالكلمات. في ناس كتير بتغني ولكن ساعات تبص لبعض المطربين تقول المطرب ده حاسس قوي بالكلمات، يقول كلمني، بيفرق الاحساس للمطرب؟ طبعا، ما انت لازم انت تحس الشيء عشان يوصل لقصادك. وغير كده انا ممكن اقول مثلا حاجه تكون مثلا بقولها حلو جدا، بس الناس مش قابلها مني، مش شايفاها على محمود. وفي ناس ممكن تقول، تبقى مطربين شاطره جدا وتقول حاجه ما تليقش عليها. فهي انت لازم تختار اللون اللي تليق فيه، اللي تحس ان الناس ممكن تقبلك فيه. انا مثلا لو قلت ديت هيسمعوني ولا لا؟ الناس هتتقبلني فيها ولا لا؟ لو عملت اغنيه دمها خفيفه يبقى دم خفيف على قلوب الناس. طب لو عملت دراما هعرف اوصلها لقلوب الناس. فلازم تلعب على الاحساس بالذات. الطرب يا محمود، في بعض يعني المطربين يقول لك انا بادي وبادي كويس قوي وشاطر في الاداء، وفي ناس يقول لك لا انا بحب اطرب الناس، يعني اوصل للمستمع لحاله من الطرب، حاله من الانسجام. انت شايف نفسك ايه؟ لا، هي مؤدي ومغني ومطرب. انا ما اقدرش اقول على نفسي مطرب. مغني، لكن بميل ان انا اقول ساعات، يعني بجتهد ان انا اقول طرب. بس دخلت مجال الانتاج وكلمت معاك قبل الهوا على موضوع الانتاج ولقيتك كده، يعني حتى سالتك انت خايف ولا لا؟ عايز اعرف موضوع الانتاج ده حكايته ايه بقى، والجرأة ان انت تدخل وتنتج لنفسك. في بعض المطربين يقول لك لا اخاف اقلق. في بعض المنتجين يتفقوا مع شركات انتاج عشان تصرف. تمام. انت لاقي نفسك في الموضوع ده ولا لا؟ ما هو انا لازم انت اصل بص، مفيش اي شاب جديد هيلاقي حد ينتج له بسهوله دلوقتي. ما حتى المنتجين قالوا في مصر ما عادش في منتجين في مصر. انت دلوقتي اي حد معتمد على مطرب اتنين تلاته معاه هو اللي بينتج لهم. الشركات كلها معتمده على كده، لكن مفيش دلوقتي اكتشاف الوجوه الجديده، مفيش الكلام ده. لازم انت تنتج لنفسك عشان توصل نفسك للناس. ايوه، لازم تقول انا موجود، انا ده لوني اهو، انا معايا لون جديد عايز اعرض نفسي عليكم. الناس هتقبلني في اللون دوت، قبلتني مش قبلتني. هي مجازفه. يعني نجحت بقى يا اما ربنا يستر. ان شاء الله تنجح. ربنا يخليك. احمد دنيا. هنسمعها النهارده؟ نسمعها. يلا بينا. ماشي. ميوزك. يلا. احمد الدنيا وقاسات. تعال. يلا مع بعض كده. لا 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 لا. قامت الدنيا يا ساتر، تعبت منها ومش قادر، الفرحة منه بتسرقها ومش لاقيين معاها خير. انا مش قادر، انا مخنوق، نفسي في مرة يا دنيا افوق، نفسي احس ان انا انسان، انسان بشوية وروح. انا مش قادر، انا مخنوق، نفسي في مرة يا دنيا افوق، نفسي احس ان انا انسان، انسان بشوية وروح. مخنوق من الدنيا ومتضايق، بتحن يا دنيا عليك. لا 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 لا. آه.
انا مخنوق من الدنيا بحالها، انا مش عارف ايه اللي جرى لها، ليل ونهار وانا حايل فيها سلامتها تسوق في دلالها. انا مخنوق من ناس عشرتني علشان مالي زمان حبتني، لما شافوني قصاد دوامه لا 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 مش قادر لا مخنوق، نفسي في مره يا دنيا افوق، نفسي احس ان انا انسان. لا 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 مش قادر لا مخنوق، نفسي في مره يا دنيا افوق، نفسي احس ان انا انسان. مخنوق من الدنيا ومتضايق، واحد عايش علشان يأذي في خلق الله، واللي يغيظك ان الدنيا بتضحك له ماشي على واد. انا مخنوق من واحد تاني عايش في الدنيا دي اناني، حب المال جماله عينيه قدام ربه يعمل ايه. لا 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 مش قادر لا مخنوق، نفسي في مره يا دنيا افوق، نفسي احس ان انا انسان. لا 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 مش قادر لا مخنوق، نفسي في مرة يا دنيا أفوق، نفسي أحس إن أنا إنسان. بشوية يابا 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 يابا. مخنوق من الدنيا ومتضايق، بتحني يا دنيا ليه؟ ليه مخنوق يا محمود من الدنيا ومتضايق؟ لا الأغنية دي إحنا عملناها كانت طبعا في كانت الدنيا كلها كانت مقلوبه الفتره اللي فاتت دي، فعملناها على قصه ان كل ان واحد بيحكي ان مفيش حاجه مظبوطه حواليه. هي يعني انت مخنوق من الدنيا، من اللي بيحصل للناس، مخنوق من الانسان الاناني، مخنوق من اللي ما بيحبش الا نفسه. فهي كانت بتحكي عن الواقع مش اكتر. طب خليني اتكلم على بعض المطربين اللي بيشاركوا في بعض الاحداث والحالات الانسانيه، زي مثلا وليكن يوم اليتيم، بيحبوا يشاركوا عشان يقربوا من احساس الاطفال. كلمني على الموضوع ده، وانت كنت بتتكلم معايا عن قبل الهوا عن مشاركتك للاطفال وعايز تسعدهم. يعني اكيد انت الموضوع بيختلف مع الاطفال، اكيد بتقرب أكيد منهم طبعا. اكيد الموضوع بيبقى مختلف، كلمني عنه. بص انا في حاجه دايما بقولها، ان انت لو عايز توصل لقلب حد لازم توصل لسنه الاول وتفكيره. يعني لازم انت توصل لسنه وتفكيره. الطفل عيش معاه لانك طفل زيك زيه، ورقص معاه وهيص معاه، هو اصلا طفل يتيم، يعني انت لازم تساعده باي طريقه. مش هتقل بنفسك ولا هتصغر ان انت مثلا توصل لعقله وتفكيره، لا انت جاي تسعده، لازم تقدم له يعني اقصى حد من السعاده يعني. وربنا يا رب يقدرنا دايما ونبقى موجودين في الحاجات اللي زي دي. عايز عروسه. عايز عروسه. واغنيه قدمتها في سيت كوم 11 ميدان التحرير. وكلمني عن تجربه عايز عروسه والكلمات بتاعتها، وعشت التجربه دي ازاي؟ هي عايز عروسه كانت بتحكي يعني اغنيه كوميديه، وكانت دايره في احداث المسلسل. كانت من كلماتي انا برضو الحاني. اول تعرض عليا من السيناريست استاذ محمود الصنتي، هو اللي عرض عليا ان انا اخش في المسلسل وان انا اعرض الاغنيه فيه في حلقه خاصه. والحمد لله يعني ربنا قدرني ان انا اخش، والحمد لله وانتشرت واتذاعت على الفضائيات، وتعتبر اول اغنيه خلت لمحمود يعني نمره في السوق موجوده. طيب محمود بيقول لي طيب بسرعه، انا عايز اسالك على اغنيه عز المعرفه، وعايز اسمع بقى كده منك عز المعرفه وتقول لي ايه عن اغنيه عز المعرفه بسرعه قبل ما تغنيها. عز المعرفه هي كلمات استاذ هاني العكش، الحان وتوزيع دكتور احمد مخلوف، هندسه صوتيه استاذ معتز زناده. ان شاء الله بنصورها الايام الجايه وهتنزل ان شاء الله. ان شاء الله نسمعها. نسمع عز المعرفه. يلا بينا. اعرف عز المعرفه وهو ما يعرفنيش، طبته اجمل صفه في بعضه ازاي يعيش، وبقابله يوماتي من غير ما يشوفني، بقى كل حياتي وبكرة هيعرفني، ده حنين وفي حاله وانا نفسي اشغله في باله، جوايا غرام
ليه ما بينتهيش ده حنين وفي حاله وانا نفسي اشغله في باله جوايا غرام ليه ما بينتهيش. عز المعرفة بتصوروها دلوقتي ولا هت ان شاء الله الايام دي فعلا بادئين فيها تصوير وان شاء الله هتتعرض قريب على القنوات الفضائيه. وهي حاجه هي لون جديد بالنسبه لي ان انا اتنقلت من الشعبي للون الشرقي, فهي لون جديد بالنسبه لي ويا رب يعجب الناس. المفروض ان المطرب بينوع, يعني انت كلمتيني على الشعبي وكلمتيني على الحزين, شايف المطرب من اساس شغله انه لازم يغني كل الالوان؟ لازم طبعا, لازم تنوع كل لون, يعني لازم تقول الدراما, لازم تقول الشعبي, تقول الشرقي, تقول الهوس, تقول الشباب, تقول كل الالوان وتشوف الناس هتقبلك في انهي لون. بالظبط, لازم تشوف اراء الناس. ما انا لازم اقول كل لون واشوف انا نجح في انهي لون بالنسبه للناس, عشان انا مش هحكم على نفسي, لا الناس اللي بتحكم عليا. اكيد هي الناس بتحكم عليك. الفنان الشاب محمود محرم, بشكرك على وجودك معانا النهارده واستمتعت على المستوى الشخصي انك موجود معانا وصوتك الجميل, وان شاء الله يكون لنا مزيد ومزيد من اللقاءات وحفلاتك الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا لسه مكملين معاكم فقراتنا, تابعونا ولكن بعد الفاصل.